السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة المحاسبة الدولية والنظرية المحاسبية لطلاب الفرقة الثانية دبلوم محاسبة مالية وطلاب دبلوم ضرائب الفرقة الأولى. المحاضرة الثانية هي استكمال لما تناولناه في المحاضرة الأولى فيما يتعلق بانخفاض قيمة الأصول الثابتة المتعلقة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 36، وهنبدأ نركز على بعض النقاط من خلال عرض هذا التمرين. هنبدأ نعرض الكلام ده من خلال عملية اختبار انخفاض قيمة الأصول وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 من خلال عرض هذا التمرين أو هذا المثال. شركة الفجر الجديد شركة مساهمة لديها خط إنتاجي يقوم بإنتاج لعب الأطفال التي يتم تصديرها للخارج. يتكون خط الإنتاج من الآلات والمعدات تم شراءها وتركيبها في 1/1/2015، بلغت تكلفتها 3,600,000 جنيه. تقدر القيمة التخريدية لها بمبلغ 400,000 جنيه في 31/12/2019 اللي هو نهاية عمر الأصل، ويقدر العمر الإنتاجي للآلات والمعدات بخمس سنوات، وبنستخدم طريقة القسط الثابت في حساب إيلات. ونتيجة لظروف المنافسة بيتأثر سوق التصدير بشكل عكسي عام 2019. قدر المدير المالي صافي سعر بيع الخط الإنتاجي بمبلغ 1,850,000 جنيه في 31/12/2016. الشركة أعدت موازنتها عن السنوات التي تنتهي في 31/12 في 31/12 سنوات 2017 2018 2019 على النحو التالي. السنوات وعند صف التدفقات النقدية، وهنا محسوب للطالب على طول معامل القيمة الحالية للجنيه بمعدل فايدة 10%. في سنة 2017 عند 750,000 صف التدفقات النقدية معامل القيمة الحالية 909,000. بالنسبة لسنة 2018 950,000 معامل القيمة الحالية 826,000. سنة 2019 350,000 معامل القيمة الحالية للجنيه 751,000. المطلوب إجراء اختبار انخفاض قيمة الأصول الثابتة طبقا لمعيار محاسبة الدولة رقم 36. ب إجراء قيود محاسبية لازمة لبيان تأثير ذلك قيود محاسبية لازمة وبيان تأثير ذلك على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. جيم ذكر مؤشرات انخفاض قيمة الأصول الثابتة كما وردت بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 36. هنبدأ الإجابة بحل التمرين من خلال عملية المقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة للاسترداد. لنوضح كيفية حساب القيمة الدفترية. عند تكلفة الآلات والمعدات 3,600,000 جنيه، بطرح منها مجمع إملاك الآلات والمعدات عن الفترات السابقة، ونوضح كيفية تم حسابه اللي هو 1,280,000 جنيه. يبقى المتبقي 2,320,000 جنيه. القيمة القابلة للسرداد بناخد القيمة الأكبر بين صافي سعر البيع والقيمة الاستخدامية أو مسميها القيمة الاستعمالية. صافي سعر البيع 1,850,000. القيمة الاستخدامية كما سنوضح فيما بعد كيفية حسابها 2,029,700. تحديد القيمة الدفترية للآلات والمعدات في 31/12/2016. الخطوة الأولى بنجيب القيمة الدفترية للآلات والمعدات بتساوي تكلفة الآلات والمعدات مطروحا منها مجمع إهلاك الآلات والمعدات. بنحسب مجمع إهلاك الآلات والمعدات في 31/12/2016 اللي هو عندي أساسا 3,600,000 ناقص 400,000 أضربه في معدل الإهلاك 20% عن السنتين 2015 و2016 يبقى أضرب في 2 هيديني 1,280,000 جنيه.
القيمة الدفترية للآلات والمعدات 3,600,000 ناقص 1,280,000، هيتبقى عندي 2,320,000 جنيه. يبقى إذن القيمة العادلة للآلات ومعدات مخصومة منها تكلفة التصرف هي 1,850,000 جنيه. هنبدأ كيفية حساب القيمة الاستعمالية أو القيمة الاستخدامية من خلال الجدول اللي بنعرضه: السنوات، صافي التدفقات النقدية، معامل القيمة الحالية للجنيه بمعدل سعر فايدة 10%، بنضرب صافي التدفقات النقدية في معامل القيمة الحالية للجنيه هيديني القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية في سنة 2017 750,000 أضربها في 0.909 هتدينا 681,750 جنيه. سنة 2018 950,000 أضربها في 826 هتديني 784,400. سنة 2019 ألاحظ هاخد التدفقات النقدية 350,000 مضافا إلي القيمة التخريدية 400,000، مجموع الاتنين ديني 750,000 أضربه في معامل القيمة الحالية للجنيه 751 هيديني 563,250. هنجمع هيدينا 2,029,700، هي دي القيمة الاستعمالية أو القيمة الاستخدامية. القيمة القابلة للسرداد اللي هي قلنا القيمة الأكبر بين كل من القيمة العادلة الأصل مخصومة منه تكلفة التصرف والقيمة الاستعمالية. طبعا القيمة العادلة الأصل مخصومة منه تكلفة التصرف 1,850,000، القيمة الاستعمالية عندنا 2,029,700. إذن القيمة الأكبر هي القيمة الاستعمالية، وهي تعتبر إذن القيمة القابلة للسرداد 2,920,700. بنحسب بقى خسائر انخفاض قيمة الآلات والمعدات: القيمة الدفترية ناقص القيمة القابلة للسرداد، يبقى عندنا 2,320,000 ناقص 2,029,700، هيبقى المتبقي أو الفرق هيطلع 290,300 جنيه، هي انخفاض خسائر انخفاض قيمة الآلات والمعدات. القيود المحاسبية في 31/12/2016 إهلاك الآلات والمعدات بناخد تكلفة الأصل 3,600,000، أطرح منه القيمة التخريدية 400,000 تدينا دي القيمة القابلة للسداد، أضربها في معدل الإهلاك 20% تديني 640,000 جنيه، ويكون القيد المحاسبي كما يلي: 640,000 من حساب إهلاك الآلات والمعدات، 640,000 إلى حساب مجمع إهلاك الآلات والمعدات. ثانياً إثبات خسائر انخفاض الآلات والمعدات، يكون القيد على النحو التالي: 290,300 من حساب خسائر انخفاض الآلات والمعدات، 290,300 إلى حساب مجمع خسائر انخفاض الآلات والمعدات. في نهاية السنة بيتم إقفال كل مصروف الإهلاك وخسائر انخفاض في حساب الأرباح والخسائر أو ملخص قائمة الدخل بالقيد التالي: 930,300 حساب الأرباح والخسائر أو ملخص قائمة الدخل. الطرف الدائن أقفل حساب إهلاك الآلات والمعدات 640,000، وأقفل حساب خسائر انخفاض الآلات والمعدات 290,300. هنبين بقى التأثير على قائمة الدخل للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. شركة الفجر الجديد شركة مساهمة، قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. الإيرادات ما طبعا فيش حاجة هنا، مصروفات أحط 640,000 إهلاك الآلات والمعدات، 290,300 حساب خسائر انخفاض الآلات والمعدات، يبقى مجموع الرقمين 930,300. التأثير على قائمة المركز المالي في 31/12/2016، عند الأصول أصول متداولة وما فيهاش حاجة، أصول الثابتة حط حساب الإهلاك والمعدات 3,600,000، أطرح منه مجمع إهلاك الآلات والمعدات
1,280,000، واطرح مجمع خسائر انخفاض الآلات 92,300، يبقى المتبقي 2,029,700، وهي ما تمثل القيمة القابلة لاسترداد الآلات والمعدات في ذلك التاريخ. طبعا هنتابع موضوعات متعلقة بخسائر انخفاض قيمة الأصول وعكس عملية الانخفاض وعملية مبادلة الأصول في المحاضرة التالية فيما بعد.